aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. عن جد شي مدهش. طلعتوا حلوين كتير يا صبايا. ايه معناها خليه هلا يبدع فيكي، خليه يعمل لك شي موديل حلو يدهشنا لنا كمان. لا مو ضروري. انا بشي مناسبة خاصة كبيرة بطلب منه يعمل لي تسريحة. لا أنستي ما فيك تطلبي، إذا أنا بدي بعمل وإذا ما بدي ما بعمل. أنا اللي عندي حس الموهبة وبس، بينما الدهاء لازم ست عظيمة كتير لحتى تطالع هالمقدرة مني. أنا بقدرتي بعمل من حضرة جنابك زوج مجنون كتير. أنا بخليك كل الوقت متهور ضايق، بتروح ركض لتشارك بصراع سيران. أولي خلص اهدوا بقى. لك شو صار لكم؟ في صبايا قاعدين معنا هون كنوا بقى ما حدا استحب نوب. ليكوا يا جماعة أنا عازمكم على بوزة. البوزة هي اللي بتخفض حرارة أجسامنا. شو رأيك فادية خانم؟ أوه حياتي. بس إذا المي قطعت درجة الغليان يلي كلنا منعرفها ساعتها البوزة ما بتفيدنا عمرها. لك شبك استحي على حالك شوي فادية، كنه أحسن ما رشكم مي باردة هلأ. ها أوف صار شوب كتير، يا ربي صبرني ولا تخليني أطلع بروحهم هن اتنين. مثل ما قلت لك من شوي، صوراً خلطوا مع صور الوجه الدعائي الجديد للماركة. وانت شفت انه كلهم ما بيطلع منهم شي منيح، فقلت بتعمل من حياة الوجه الجديد ما؟ لك انا بهالفترة ما ضل عندي مخ يفيد بشي. اخي كلياتنا متوترين بهالفترة، بعدين خلاص لا عاد تفكر بقصة الصحافة. ايه بس خالي داليا معها حق، الذنب ذنبي. لك بالله حاجة تقول هيك يا اخي، انا برأيي انه انت عم بتكبر الامور، بعدين لازم تشوف الجانب الإيجابي بالقصة. لو في جانب إيجابي باللي عم بمرق فيه ما كنت اتضايقت أبداً. يا مراد على الأقل ما في وحدة تانية جواتك. يعني تخيل معي مثلاً إنك أنت وقاعد مع المأزون لتكتب الكتاب تشوفه وتتخيله بدل مرام، هيك معقول؟ يلا انبسطوا بوقتكم، تصلوا بالسلامة. لا يا أنسة ما رح نوصل بالسلامة، رح نضل نضحك لتصل ضحكتنا للسما وكابليجا رح ترج بصواتنا. ماشي. معناها انبسط بوقتك معه. أصلاً أنتوا اللي انبسطوا بوقتكم، شو هاي بسط؟ البسط ما بكفينا، نحنا رح نطير، رجلينا ما رح يلمسوا الأرض، المي رح تطيرنا، رح نبقبق ونطير مع الفقاعات. برأيي بلا ما روح أنا معكم ما هيك؟ لا يا خالو شو عم تعملي؟ ما رح تقدري تتراجعي، رح تترجينا إنك تكوني طاسة حمام هنيك، المهم ما ترجعي لهون، يا خانم رح تعشقي المكان هنيك رح تعشقيه. يا حوينت الوقت يلي ضيعته بلاك يا روح. حوينت لما نتأخر على الحياة أكثر من هيك، خلينا نروح عمران ببيك. لا يا خانم ما رح نروح، خلينا نتبخر. إيه منتبخر؟ تفضلوا. خيرك يا ربي يا بنات، والله أنا كنت مبعوزة على فادية بس شوفوا كيف عم تروح من إيدي. تقبروني دخيل عينكم، ديروا بالكم على بعضكم منيح، ما بدي وصيكم. شوفوا أنا مو قدراني أترك هالجد بلحالة. هلأ أنتوا بأمانة إبراهيم. كمان إبراهيم يلي عندكم
لا مو هيك قصدي، يلا ما بتفرق كتير، بترككم بأمان الله يا حبيباتي. لو سمحتوا ديروا بالكم على بعض منيح. يا رب تنطف فينا من عندك يا رب. يلا بخاطركم حبايبي. مع السلامة. سوء على مهلك. أنا حاسة إنها بدها ترجع. باي. مالي خلق رد عليه. كرم ما؟ إيه كرم، من الصبح لهلأ صار داق لي شي 100 مرة ما وقف، حاطط إبراهيم براسه. شباب وينا وينا؟ لا 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 لا، هيك ما بيمشي الحال بالمرة، صار لازمني حدا عقله براسه وبيفهم صح ليتدخل. لك هو التاني الله يعينه المشاكل واصلة لفوق راسه، شو بدي أعمل يا ترى؟ اسمعي يا عميلة، نحن رح نهجم من الجهتين. نحن هلأ صرنا مثل اللي أعلننا الحرب على مرام أو شي، ما هيك؟ طيب شو خطوتنا القادمة بعد هلأ سيادة الضابط؟ رح تهجمي على أنور. لك شو هالخطة البايخة بيسان؟ معقول هالحكي يعني؟ إيه معقول أسيل، لازم توقعي بالحكي. أنتي اعتبري حالك مثل كأنك بفيلم، يعني إذا اضطريتي غازلي بكم كلمة، وفيكي كمان. انتي عن جد ما ضل فيكي ذرة عقل بيسان، انتي بلشتي تخرفي وتتساخفي، ليكي ما رح يصير هذا الكلام، انا مستحيل اعمل مثل هيك شيء. خلصنا بقى، اعملي مثل ما بدك، المهم توقعي. هلا هي مرام عاملة فحص حمل لعند اي دكتور راحت، وباي مشفى عملت الفحص، لازم تعرفي كل هالمعلومات من انور. ليكي سحب الحكي من تم هذا الزلمة، هو مجال تخصصي أنا والله، يعني مو صعب علي. خلص وثقي فيني. ها؟ أوكي. أهلين معلم كرم، شلونك؟ ها أنوار، أنا أكلت مقلب تاني من بيسان، أكلت بهادل وانفصامات، حاسس حالي روحي طلعت، ممكن تساعدني هلأ وتفشلي خليه؟ خير كروم، شو المشكلة؟ في حدا مخيم بالبيت اللي قاعدة فيه بيسان، مستفيد من أفضلية القربة، حاطط كرفان قديم ملون ومريح، وهو كتير مفزلك. وبيسان عم تجاوبني أجوبة شروي غروي على مسجاتي. الهارموني تبعنا تحت التهديد، هذا اللي عمل لك يا بتصل بتصل ما بترد علي أبداً. أوف خلاص، منحط خطة ومنبلش بالعملية مباشرة. لك عندك دكتور الحب صفك، ريح راسك. خلاص يلا قوم تعال لعندي. وأنا بواسطة السيد كرم رح طبق عملية إضاءة بمخ مراد وخليه يشوف الوضع. هلأ هاي مرام، ليش ما أخدوها على دكتوري بيعرفوه ليشوفوا إذا كانت صادقة ولا لا؟ شو هالعالم هاي؟ يعني عن جد في ولد ولا ما في ولد؟ يتأكدوا. طيب لك الواحد لما بيجوع بنصاص الليالي بيقوم ليشوف إذا البراد في أكل ولا لا، وأنا رح خليه يتحرك، رح خليه يحب يشوف ابنه فول اتش دي. تمام بيسان؟ نعم. أنت كتير داهية، أنا معجبة فيكي وبخطط الحروب تبعك. شو الموضوع؟ على مين فتحتوا الحرب؟ حرب شو؟ ما في حرب ولا شي حبيبتي، كله تمام. يسلموا إيديكي. يسلموا. نوران خانم، يا نوران خانم، لو سمحتي نوران خانم. نوران خانم. انتو مو طبيعيين، شو عم تعملوا هون؟ صوروني. شو بدكن انتو؟ انتو بدكن اسرار جمالي مو هيك؟ ولا تفاصيل مجموعتي؟ كيف تكوني جميلة؟ ولا صحافة حابة تعرف انا شو بحب اكل؟ اما بالنسبة للحبيب فانا ما عندي حبيب ولا مرتبطة، انا عازبة، انا سينجل، عندي اصدقاء
ايه ومن وقت للتاني منشوف بعضنا. عرفنا امور حضرتك الخاصة، بس ما عرفنا اذا مرام خانم عندك. ها يعني القصة بتخص الحرباية؟ تفاجأت. نوران خانم بس دقيقة، نوران خانم بس دقيقة، نوران خانم ممكن تصريح من حضرتك إذا لو سمحتي؟ فينا نحكي مع مرام خانم؟ نوران خانم ممكن تصريح صغير منك إذا بتريدي؟ جملة واحدة لو سمحتي. نوران خانم نوران خانم نوران خانم لو سمحتي دقيقة بس لو سمحتي خليكي معنا. صحيح إنه مرام خانم حامل؟ مو معقول محتلين بيتي من برا ومن جوا، أنتِ جوا والصحفيين برا. مرام خانم مزاجك رايق ما هيك؟ يعني قصدي إذا متضايقة من وجودي بتحبي أمشي؟ لا لا بالعكس عادي يلا. مو معقول شو مهضومة. أنا بعتت ورا الصحفيين، دقوا على باب ماما كمان فأنقذتها منهم. ما شاء الله عليكي قديشك حربوقة وذكية، صديقة حبابة كتير، أنتِ ماركة مسجلة بالدمار. ميرسي حبيبتي. نوران بالمناسبة ما عم بقدر أوصل لمراد. ليش ما عم يرد على موبايله؟ ما عم يرد نوران، ما عم يرد، ما عم يرد على موبايله. شو ما عم يسمعه؟ كان في فاصولية جوات هاي؟ يعني خلينا نعترف إذا مانك مجنون فأنت مختلف شوي إبراهيم. اللي قبل هالكرفان، يعني قبل ما تشرف حالك على الطرقات شو كنت؟ كنت اشتغل بالدعاية، وقتها كانوا بيقولوا عني الشاب الذكي والداهي، كنت شايف حالي وآخذ جوائز، كان عندي تفاحات كريستال. طيب وشو صار بعدين؟ بعدين لقيت إنه التفاح الحقيقي ألذ بكتير من الكريستال. صرت تشتغل بشغلات أنتيكا، دوليب سيارات وشاحنات، علب معدن وبلاستيك، شو هدول كمان؟ غطية كازوز. بصراحة كتير بحب الأشغال اليدوية. واو شكلها كتير حلو من جوا، بس بتعرف مين بدها تشتغل بكل هالشي؟ هالقشعراتي. وقفي وقفي خليني ساعدك. لك أنوار منيح إنه إجينا، كنت قاعد عم باكل بحالي بشرفي. هلأ إبراهيم المجنون رح يفهم إنه الميدان مانو فاضي بالمرة. وقفي 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 ثاني كرم. حمد بس شو هاد ولاد؟ بيسان بيسان بعد بعد إبراهيم. لك كرام لأمتى هي الحالة؟ لأمتى بدك تضلك مثل التور تهجم على كل حدا بتشوفه واقف جنبي؟ أنا ما بحب قاتل والله العظيم، أنا بس بدي حياة من غير مشاكل من غير شكوك وظنون. أخذ بطيختي الحمراء وروح على بيتي واشرب قهوتي بسعادة. مين بيتمنى حبيبته تخلع له درس العقل قبل ما يطلع؟ برأيي أنت صرت عم تعملها قصدا لأنه عاجبك الموضوع، صرت مدمن على بوكساتي القوية. بيسان أنا مدمن عليكي أنتي. ها وهذا الضماد البارد صار جاهز كمان تمام. ليكي أسيل أنا دقت من اليبرقات، يعني ما فيها مشكلة مو عيب ما هيك؟ يوه العيب إنك ما تاكل، تفضل كول كول. ليلي شو رح تعملوا آخر الأسبوع؟ والله شو بدنا نعمل؟ ناكل يبرق ومنلف المتصاوبين، منرتاح ومننام هيك. اسمع شو بدي اقلك، ضلوا معنا بعطلة هذا الأسبوع، يعني منشوف تلفزيون، ناكل يبرق ومحاشي. حتى انت في عندك أخ كبير ما هيك؟ اتصل فيه خليه يجي وياكل يبرق كمان، حرام. إبراهيم ما تزعل مني، أنا بعتذر، يعني بالنهاية
أنت إنسان أنقذت شعرات حبيبتي وعمري وحياتي، وردة فعلي كانت مو بمحلة، سامحني. ماشي، العفو أخي، هيك قصص بتصير ما تاكلهم. على راسي. منيح اللي في بيناتنا ناس رايقين كتير ومتحضرين وراقين. إيه صح. أهلين أنوار. شو لساتك بالبيت؟ إيه بالبيت. اطلع من هنيك فورا. ليش شو في؟ مرام اتصلت فيني وقالت إنها مو قدران يتصلك. شفت إنها متصلة 100 مرة، شو بدها مني؟ لما ما قدرت تحاكيك انشغل بالها. وبصراحة حاكيت كتير بس هي ما ردت، وقالت لي إنه هلأ بدها تجي لعندك. يا ربي دخيلك، معقول ببيتي ما قدر أقعد لحالي وارتاح؟ والله أنا قلت بعمل يلي علي وبخبرك إنها جاي لعندك. طبعا إذا أنت حابب تقضي آخر الأسبوع مع مرامو هذا الشيء بيرجع لك. أنت وينك هلأ؟ أنا؟ ليك أنا اليوم عم أقضي عطلتي بالطبيعة أخي، بس تطلع من البيت حاكيني لقلك وين أنا، وبرأيي تطلع مباشرة أحسن ما تاكل مقلب. إيه معك حق، خلص رح أجي لعندك. وهي مش الحال، تمت العملية بنجاح يا أستاذي. أنت مدهش. ألو، وين أنت؟ أنا قدام سيارتك. أها، عطي ظهرك للسيارة أخي وامشي 100 متر تقريباً، بعدين فوت على اليمين بتشوفني قدامك. تمام، يلا ناطرك. باي باي. تمام، يلا جاي لعندك. كتير منيح إنه أجينا كلنا سوا، ما هيك؟ إيه والله معك حق، فكرة حلوة كتير، الجو بياخد العقل والهواء نظيف كتير. بجنة. يا ريت لو مراد كان موجود معنا، ولو كان كل شيء مثل ما بدنا. ييه، إلا ما يتحقق حلمك حبيبتي. خلص روقي، برأيي ما تزعلي كتير. ييه، لك كأنه حلمك تحقق. مين قال له لمراد يجي لعنا؟ ما تنسي لي هالجميل هاد، صايرة ذكية. برافو عليك معلمتك، هلأ فخورة فيك وفخورة باللي عملتي. أهلا وسهلا مراد بيك. لك شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلا وسهلا بمراد، رح زبط المنقل وشغله وجاي لعندك. خد راحتك، الله يويك حبيبي. أنور، ليش ما خبرتني إنه الصبايا هون؟ شبك أخي، ما أنا قلت لك إنه هنن معنا، بس شكلك أنت اللي نسيت. أنور، لك هلأ شو في يا أخي؟ يعني لو قلت لك إنه حياة ورفقاتها معنا هون كنت رح تجي؟ تفضل، لو تركتني أنا أقرر هالشي. أكيد كنت بتفضل تقضي عطلة الأسبوع مع حبيبة قلبك مرام، ما هيك؟ كنت بلاقي حل معقول أكتر. لك حياة، هاي حياة، بعدين أنت بتعرف البنات أصلا، فكرت إنه ما في مشكلة إذا أجت. تركي تركي، شكلنا ما رح ناكل سلطة. وليش هالسؤالة؟ أنا بعرف أعمل سلطة منيح. قلت لك تركي، ليكي وشك صار كله بندورة. تعي قربي. فرحت كتير. بشو؟ بإنك نزعتي البندورة؟ لا، فرحت بجايتك. الشلة بتسلي كتير وبتخليك ما تفكر بشي. أنا أصلاً أفكاري مشتتة بهي اللحظة. معناتها لا تعمل شي، تركن هيك. إيه؟ من لما شفتك عملت شي بحياتي ما عملته، وهي رح أقطع بندورة كمان.
يا الله، لك أنا شو عم ساوي؟ تارك شغلي وجاي لهون؟ الحياة جابتك لهون ولهيك لا تضل تسأل. استنى شو كنت تقول؟ تعلم تسمع ونفذ بدون اعتراض. معك حق، الحياة جابتني. قصدي الحياة اللي فيها الغابة. شو وين الشباب؟ تركونا نشتغل كل الشغل وهن اختفوا؟ لوين راحوا؟ أكيد راحوا ليجمعوا حطب كرمال يشعلوا النار، تعرف مشان يعملوا الأكل. شو الموضوع؟ كرام، أنا بصراحة قلبي عم يوجعني على مديرك مراد. خطوي كأنه مثل هالشجرة، ناخرين قلبه ومسودين حياته، والله بيزعل. ما بيصير، نظرتك نظرة صقر. أنت شفتي الحقيقة كلها على فكرة. والله هو هيك، قلبي محروق عليه، الله يعينه. حياتي؟ هي المرة اللي رح يتجوزها مراد، كيف نفسيتها؟ إنسانة منيحة؟ حلوة شي؟ حياتي؟ أنت هلأ قلتي لي حياتي؟ يلا حكي لي، حكي لي عنها. إنسانة سفيهة ومتعربشة، أنا ما بحبها أبداً ولا حتى بسق فيها. اسمع شو رح أقلك، اسمعني يا قلبي. القصة فيها قلبي كمان. كرم ممكن ما توقف على الكلمة؟ لتكون هالبنت ضحكانة على مراد. كيف رح تضحك علي يا قلبي أنت؟ عم قول الحمل تبعها ليكون كذبة. بس هنن عملوا فحص ام دي اف. لك انت قلبك طيب كتير. حلوة بحق هدول ينضحك عليك؟ بصير هذا الحكي؟ لك انتو الشباب جدبان شي؟ هلأ مراد اخذ وصور لإيكو، شاف الولد بعيونه شي؟ فمو ولا هالحركات بقى. لا تقوليها. ليك الفار بلش يلعب ببطني. بس أنا كيف بدي أقول هالحكي لمراد؟ كرم شوف روحي، الصداقة بتبين بهيك مواقف يا بطل الشجاع، وأنا يلي رح أفتح لك الطريق وكل الطرقات ولو أنا سيف بظهرك. لك شو انتي؟ طلعتي داهية من هون. مشان الله ساعدوني، دخيلكم تعوا ساعدوني. خير شوفي؟ خير شبل صغيرة وقعت وهي وعم تلعب وجرحت راسها. سيارتي لقدام شوي، إذا بتحبي مناخدها على المشفى. ما في داعي، طلبت التاكسي ولك هلأ جاي. أمي مريضة زهايمر، ما في ندير بالي على بنتي وعليها مع بعض. بدك ناخدها ولا نهتم بالوالدة؟ أمي عندها فوبيا مشافي بصراحة. يا ريت لو بتديروا بالكن عليها لنص ساعة وأنا باخد البنت على المشفى. بس يعني كيف الصحة؟ جا التاكسي. يلا صحيح، ايه المعلومات مكتوبين بالطوق على رقبتها، اسمها سليمة ومكتوب رقم الموبايل. الله يخلي لك مرتك وما تشوفوا شر. يلا انقلعي. سليمة، طيب ماشي. سليمة خانوم لا تضلي واقفة، تفضلي ارتاحي هنيك. ومين قالك اني طالب الاذن منك اذا بدي اقعد ببيت بنتي يا صهري؟ هاد ما بيكون صهرك يا خانم، هذا مراد بيك. مين مراد؟ الأستاذ اللي قلتي له صهري من شوي. اسمعي بنتي، اصحك تدافع عن زوجك اللي ما في خير أبدا يا سلمى. سلمى؟ سلمى، اي نعم سلمى، بنتي اللي حفيت وراها وبكيت بالطرقات وبس الأيادي لتاخدها. وينك؟ اسمع لشوف كامل، انقلع جبلي مي. أهلين. شباك شو طرشان ما عم تسمع؟
حسب ما فهمت انت بتكون كامل جوز بنتها. مراد جوز بنتها. أنور، شو كان اسم المستشفى اللي راحت عليها مرام؟ لك أسيل، لشو كل هالفضول هاد؟ معقول حتى ونحن بالغابة عم بتجيبي سيرة مرام؟ خير شو صار لك؟ آه شوفي، يعني بالنهاية المخلوقة عارضة أزياء مشهورة كتير عنا، يعني إذا مستشفى منيحة ومعاملتهم منيحة مع المرضى أنا كمان بروح عليها. أنا ما فيني روح؟ ناقصني شي يعني؟ دايا دايا، أنت ليش لا تروحي أسيل؟ بس ما تكوني... إيه يمكن، ليش لا؟ يعني شو بيعرفني؟ هلا انت عم تحكي عن جد؟ يعني انت حامل اسيل؟ ما فيني اعرف من غير ما اروح على المستشفى. هلا هيك بالله في حدا بحياتك يعني؟ مين سعيد الحظ هاد؟ ها؟ لك ابني انا مو هلا عم اقول، بالمستقبل عم اقول، اذا صار عم اقول، يمكن عم اقول، انا ما حدا بيسترجي يقرب مني. انت ليش عم تدعس لي على طرف وتخليني احكي؟ احكي بسرعه وين المستشفى، يلا احكي. المشفى بنيشان تاشي. انت رحت معها لهنيك يعني؟ ايه. طيب لما عطت الدم كنت جنبها؟ لا، أنا استنيت على الباب برا. لك أنت ليش عم تنفخ قلبي؟ انطق أنور، انطق، شو كان اسم المستشفى؟ لك جوجانلار الخاص، هيك بظن، ما تعصبي بس. لك ليش لعصب؟ أنا عصبت عليك؟ أي عصبية هي؟ أنا لعبت بأعصابك، مزحت معك، أنت دايماً بتلعب بأعصابي، ما هيك؟ يمكن الأكسجين أخذ لك عقلاتك، ما هيك؟ ما كشفني. أو يمكن أكلتي فطر مسمم. انسى كل شيء. لك شو هالطعمة ولك؟ هالمي اللي جبتها ما لها طعمة بنوب. ايه بس خالي، المي مي يعني ما لها طعمة بس باردة. يعني بفهم من حديثك، عم تقلي شربي كاسة مي باردة على كل شي عملته انت ببنتي المحترمة المصونة المزوقة كامل افندي؟ لا شوفي، انت فهمتيني غلط. اول شي انا اسمي مالو كامل، هذا اولا. بعدين جوزي مراد ما بيعمل هيك يا امي، وهذا ثانيا. مش هيك إنه ما فيها ولا فيوز؟ رح أسعيرها هالنص ساعة. أمي جوعانة شي؟ ييييي، تقبري قلب أمك أنتي، لك دخيل هالأم اللي طالعة عسل من تمك يا عمري. أنت ما بتستاهلها لبنتي، بس هي بتحبك كتير. ليش أنا شو عملت لبنتك؟ سكوت، وبقاحة عم تسأل؟ أنا عطيتك بنت كاملة مكملة يا صهري، ملكة حلوة وأمورة. لا عم تبالغي، مو لهالدرجة هي. بالله لكم مو عاجبتك. برافو عليك يا بنت، جاوبي جاكري كمان. اسمعيني يا أمي، صهرك اللي قدامك هاد ما بيقدر النعمة اللي بين إيديه، مقضية كل الوقت نكد وعم يشتكي. أعطيك رقم تليفوني؟ لا سليمة خانم، بدي أقول لك شيء، أنا أبداً مو مثل ما عم تحكي بنتك المصونة أبداً. سليمة خانم قلت؟ ها؟ الأنسة سليمة، أنت واحد مجنون قليل الأدب. كانوا سبتني؟ هيك ليك سهري، ما تبربر من عندك، واللي بدك تقوله كله بوشي. معلش ما تأخذيني حماتي، بس بدي أقول شغلة، يعني العناد اللي عند بنتك ما شفت مثله، ولسانه طوله هالقد. بالله؟ ايه ما تنصدمي، انا رح احكي لك كل شيء، طالما انفتح الموضوع وعم تحكوا رح احكي المخبى. جيب لي لوز مكشور. اول شغله ليكي، سلطه ما بتعرف تعمل، واحترامها الي صفر، واذا عرفت شغله الدنيا كلها بدها تدرى فيها. وانت اللي ما بتغلط ابدا يا مراد افندي، عفوا الصهر كامل قليل الخير. امي شايفه صهرك هاد؟ لما يطلع خلقه بحسه رح يطلع على الحيطان ويطلع عيونه من مكانه. حتى بمره من المرات خفت كثير انه اطرق راسي بشي مكان مشان ما يوقع رموشي التركيب. شو عم تعملي؟ عم نتسلى شباك. آها، وأخيراً التقينا مع بعض. نحن مناح، مناح كتير يعني. ايه نحن كمان مناح، الحطبات كلهم تأمنوا. هات هات. ايه مين هاي الخالة اللي عن جماعتنا؟ يعني أنا معقول أعمل شي بيزعلك يا حماتي؟ ليك وهي اعترفت بذنبك، بس دائما بتزعليني. انت اناني ومزعج، وانت كتير عنيده، وانت معاملتك كلها جكر. اي وانت كتير بتضغطي على عواطفي ومشاعري. ليش انت عندك مشاعر لحتى اضغط عليها؟ لك انت مستعد تساوي اي شيء لتمرضني وتعذبني معك. مراد فهموني شو عم يصير هون. انا كنت عم اخذ اقوال صهرك كامل السافل الواطي،
ما تاخذوا بما انه ماجده وميرنا كمان وصلوا صار فينا نحكي كل شيء بوضوح على بساط احمدي. مين ميرنا وماجده؟ سهري الوسطاني. انت سكوت، انا ما بحبك من زمان وما بحب امك الحرميه. يا جماعه دقيقه بس، دقيقه بس، بهالحاله يعني انا مين بكون؟ هذا انت نجمي. يا روحي انت تعا تعا ولك انت السهر الاكابر المناسب لعائلتنا. تعال لشوف، تعال تعال اقعد جنب حماتك، تعال لشوف، تعال 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 يا ابرني الحلو. انا سبحان الله اخي من يوم يومه محظوظ حتى بهي نقشت معه. طلع في كامل الواطي، ما تبربر من عندك وتحكي على نجومتي الغالي. سهري الوسطاني روح شغل المنقل، روح. وانتي مرت العاطي يلا روح افردي السفرة، يلا بسرعة تحركي لشوف. ماجدة انتي روحي لعن جوزك الأجدب، هلأ بحجة عم يشغل المنقل بيولع فينا كلنا. فاشل حق معك يا أمي، جوزي فاشل وما في يعمل شي بلاي. فهمانة هالبنت طالعتلي. أنا شو بعمل طيب؟ تعي 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 انتي كمان تعي. ايه تعي يا روحي تعي تعي عدي جنبي تعي حبيبة قلبي. انتي يا حبيبتي انتو الاثنين بكفة والباقيين كلهم بزبالة. يا أمرني يا أمرني أنا يا أمرني دخيل الشعرات يا حبيباتي. شكراً حبيبتي، بعرف إني عارضة أزياء مشهورة بس مو لهالدرجة. ما بيصير على الشاردة والواردة يحطوا لي المايكروفونات والكاميرات بخلقتي. والله بالزور هربت منهم وأجيت لهون. أهلا وسهلا حبيبة قلبي. بابا عزت بالبيت؟ طلع مع رفقاته لبرا. وستي كريمة وينها؟ فوق بغرفتها عم ترتاح. منيح منيح ترتاح أروق. آه هاي لحضرتك. هاي لإلي؟ إيه اعتبريها هاي هدية شكر على حنانك وطيبتك ومساعدتك لإلي. أول ما شفتها خطرتي لي دغري. شو هالشي التقيل اللي جواتها؟ أنا مستغربة كتير كيف كنتي حاملتيها. إيه وإذا؟ أنتي حامل يا قلبي. صح ما كان لازم أحملها ما؟ خلص ما بقى عيدة آخر مرة اليوم. والله اشتغلت شغل عجبة بس أنا ومرتي نفدنا. أي والله يا نجمي منيح أني اخترتك أنت. بس والله نحن انظلمنا، أنا وجوزي المغضوب استلمنا الرحلة من المنقل للصفرة ونظفنا كل شيء، عن جد هي استغلتنا. لا لا تقولي هيك، الخالة كانت كتير لطيفة حتى سلتنا وضحكتنا. ايه حتى سأل حياة قديش تسلينا. انت سكوت يا سهر سليمة العاطل. اها في حدا عم يعزف جيتار. يا جماعة نحن لازم نخبر الشرطة فورا. لا مو معقول شو انك مهضوم انوار، بتحب الخير. شب قاعد لحاله هنيك، شو رأيكم نقله يجي؟ الشفقة تجاه الرجال التانيين بتشكل عندي نوع من العصبية. لأنه أنت نيتك عاطلة كرم. نيتي عاطلة؟ أنا كأني بعرفه لهالشب. إيه إيه لك هذا معروف مشهور، هو مشهور وحتى في عنده أكتر من ألبوم. هذا مو أكيوريك؟ أكيوريك مو كان أكيوريك اسمه؟ شو هاد اسمه مثل اسم الدواء. أنا رح روح أحكي معه رح قله يجي. عن جد شكرا، ضلي تركي زوجك وركدي ورا المشهورين. ايه استني استني اسيل ما رح يمشي الحال بدوني. مرحبا. اهلين. انا ممرضة. طيب اخي اسمعني شوي، انتي اوعك تحكي كلمة. نحن قاعدين بهديك الجهة، أجواءنا رواء يعني عنا مشروب سخن ونار شغالة، يعني إذا ما عندك مشكلة تعال انضم لقلنا منتسلى مع بعض.
وعند الضرورة الممرضة بتاخد لك ضغطك فورا. إذا ما حدا فيكم بيقول لي غني لنا ما عندي مانع بروح. ليش؟ إذا غنيت لنا غنية رح نطرقك عين وتموت فورا؟ إذا صار هذا الشيء أنت لا تخاف، قلت لك معنا ممرضة هي بتلحقك فورا. بالحقيقة كنت عم أمزح معكم، موافق روح، أوكي، امشوا لشوف. شكرا. بس ثانية، لآخذ الموبايل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. بتحب تشرب شي؟ لا بعدين. يلا يلا خلوني بالأول سمعكم غنية. هات مثل ما بدك. بدي غني لكم غنية سلمى. هي هدية مني إليك حياة. لا قصدي مو سليمة خانم قالت إنه أنتي سلمى مشان هيك. بعدين بنحكي لك شو صار معنا اليوم. طيب ماشي. Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın Ellerinde sevdanın yanık kokusu Gezindim mavare bir deniz kıyısı En güzel metap sensin denize dost Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın Ellerimde sevdanın yanık kokusu Gezindim navare bir deniz kıyısı En güzel metap sensin denize dost Aradın bulunmayan Haykırdın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradım bulunmayan Haykırdın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Saçların rüzgarsa Gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede yüreğin? Ellerimde sevdanın yanık kokusu Ey adı sevda nerede ellerin? Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an عن جد حلوة كتير شكراً إلك كلك ذوق حياتي إيه أنا كنت مين لكان؟ شو بتشربي؟ شو بتحبي حضروا لك؟ اليوم شربت قهوة كتير بس بشرب فنجان كمان إذا ما في مانع بنتي ما خبروكي إنه شرب القهوة الزايد بيضرك وبيضر اللي ببطنك؟ فيك تقليلي مين هو دكتورك؟ إيه طبعاً لازم أنا هلأ كم بدي استشيرك على فكرة أنا ما عندي دكتور يعني كنت بدي أسألك إذا بتعرفي شي دكتور نسائية أو دكتورة لوين رايح أنور؟ ما بدك تجي لعندي؟ والله لسه ما بعرف يا أخي يمكن أرجع البيت ونام هنيك بيسان وبنت حماية بأمانتي أنا بوصلهم
طيب ماشي، وانت حياة؟ حياة؟ حبيبتي تعي معنا ونامي عنا اليوم، اشتقنا لك كتير يا بنت. مراد ممكن توصلني على البيت بطريقك؟ ممكن. معقولة انت شو صاير لك؟ بهذا الوقت شو رح ياخدك على البيت؟ ما في تروحي، تعي لعنا وبنسهر سوا. بوقت تاني صبايا، هلأ بدي روح على البيت. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim. Laftan anlama.